السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المكونات الغذائية، برنامج المكونات الغذائية، وكنا تكلمنا في مكونات التوابل. يعني هناك لائحة طويلة عن التوابل، ويعني بعض الأشياء التي هي، ولو أن التوابل لا تنبت، بعضها لا ينبت في المغرب مثلا، ولكن عليه استعمالات كثيرة. يعني معروفة في جميع المجتمعات أن هذه التوابل تستعمل لتنكيه الأغذية، وبدون توابل طبعا، بدون توابل لا يكون يعني الأكل جيد، ولا يكون يعني حتى الخصائص الحسية للأكل. يعني فنتكلم اليوم عن حبوب أخرى ندخلها مع البذور التي تكلمنا عنها، عن حبوب الكتان وعن اليانسون والشمرة، عن القرنفل، عن هذه الأشياء. ندخل مع كروية، يعني هذه الحبوب الكروية، وهي الكروية من صنف اليانسون والشمرة، وحتى هذه نجم البحر، هذه تدخل مع هذه الأربعة، لأن يعني تقريبا نفس المكونات. وهذه الحبوب هي تصنف مع البذور التي تكلم عنها، اللي هي يعني فيتوستروجينات والفيتوستيرولات فيها، يعني فلافونويدات يعني قوية. الكروية تمتاز عن الشمرة واليانسون، رغم أنها تشبه، تمتاز عن الكمون وعن الشمرة واليانسون، تمتاز بقوة الفلافونويدات الموجودة فيها، وكذلك قسط كبير من هذه الفيتوستروجينات والفيتوستيرولات الموجودة في الكروية. فيعني هي نفس المكونات، لكن قوتها في دفع الجذور الحرة، يعني القوة المضادة للأكسدة هي أكثر من هذه الحبوب الأخرى، هي أكثر من اليانسون ومن الشمرة، وأكثر من يعني أكثر من الكمون، وأكثر من الكزبرة، حبوب الكزبرة. فهذه الكروية، واستعمالات الكروية تكون في بعض الدول أكثر، يعني الدول الاسكندنافية، يعني هذه، وكذلك كوريا واليابان، هذه الدول الآسيوية يستعملون هذه الكروية يعني بكثرة، ويستعملونها في جميع المواد الغذائية، حتى أن هناك نوع من الأجبان ونوع من المواد اللحم، وكثير من الأشياء الآن تضاف إلى هذه الحبوب، هذه حبوب الكروية، لأن رائحة زكية، ولأن قوة، عند قوة في التنكيه، وعند قوة كذلك في دفع يعني بعض الأمراض. كما قلت، لما نكتشف يعني سر المادة، سر أي نبات، يعني وجميع النبات فيه أسرار، كل نبات لديه أسرار، فهذا السر نسميه باسم هذا النبات. يعني لما نكتشف مكون كيماوي مثلا في نبات ما، نسميه باسم النبات. لقد تكلمت عن هذه، يعني بحال القرفة مثلا، سيناميك ألديهايد، يعني ألديهيد سيناميك، يعني ماذا؟ لأن القرفة اسمها سينامن باللاتيني. ثم يعني هذه الكروية يعني فيها مكونات الكربون، مكون الكربون، الكربون لأن هي اسمها الكارفي، هذه الكروي، كرواي، لو كارفي، يعني هذه الكربون، هذه مكون الكربون يوجد في الكروية، ولا يوجد إلا في الكروية، هذا مكون الكربون. ومكون الكربون هو فلافونويد قوي كما قلت، هو مضاد للأكسدة، وهو الذي يدفع يعني كثير من الأشياء، حتى أن هذه الكروية تدخل في النظام الغذائي، يعني ضد السرطان، في الوقاية من السرطان. يعني لما تكون مع النظام الغذائي يعني في المواد، فهي تقي يعني من الإصابة بالسرطان، وكذلك هي تلين الشرايين بالنسبة للأشخاص اللي عندهم ارتفاع الضغط، يعني أمراض القلب والشرايين. وطبعا لما يكون فيتوستروجين، فيتوستيرول، تكلمنا عنها في الحبوب الأخرى، يعني هي قاعدة عامة، لما يكون النبات يحتوي على فيتوستروجين، فيتوستيرول، فهو يخفض ال LDL، يعني الكوليسترول الخبيث، هذه قاعدة عامة في علم التغذية. فهو يخفض ال LDL، لماذا؟ لأنه يشد هذا ال LDL طبعا، ويمنع تأكسد الكوليسترول الحميد ال HDL لل LDL، لأن هناك من يتكلم عن الكوليسترول ويخلط الأشياء، وأن الكوليسترول جيد للجسم، أخطر شيء على الجسم هو الكوليسترول، وهذه لا يمكن أن يفندها أحد. لكن اي نوع من الكوليسترول يتكلمون عليه؟ يتكلمون عن الاتش دي ال. الاتش دي ال لا يوجد حاليا، قليل جدا الاتش دي ال. لماذا؟ لانه غير ثابت، لانه يتحول بسرعه، يتاكسد بسرعه يعني، ويتحول الى ال دي ال. بمعنى دائما في التحاليل الان اللي كيقوموا بهم، دائما عندهم ال دي ال اكثر من الاتش دي ال دائما. لماذا؟ لان يتاكسد بطريقه غير رجعيه، لا يمكن ان يعود للاتش دي ال، يعني كان ايريفرسيبل يعني اوكسيديشن. فإذا الـ HDL ملي كيتحول الـ LDL كيبقى LDL، ما كيرجعش HDL، فاستهلاك الـ HDL هو يستهلك ليصبح على شكل LDL، هذا هو المصيبة، هذه هي المشكل اللي كاين. ولكن الناس يتكلمون عن الكوليسترول بدون أن يحددوا، بدون أن يعرفوا الأشياء، فيبقى الكوليسترول أنه مكون خطير على الجسم، لأن الـ LDL هي التي تحفر الشرايين، وهي التي تحبس الهوموسيستين داخل الشرايين، لكي لا يعني تتحول الى السيستين، لكي يعني ترمى خارج هذه الشرايين،
والكوليسترول هو الذي يعني يوقع الخلل على مستوى الهرمونات في الجسم، والكوليسترول هو الذي يعني يثبط الجسم، يعني الجسم يكون ثقيل جدا، حركات ثقيله، وحتى الاشخاص تكون عندهم بروده يعني في الرجلين، لا يقدرون على الحركه ولا على العمل هذا. فهذا الحبوب، هذه الحبوب هي جيده تكون في التغذيه، والإملة لأنها هي ليست خلطات علاجية، ولكن مع الأسف الشديد أن كهذه الحبوب تكون مغيبة في النظام الغذائي، أن الناس يتغذون على بطاطس مشوي ودجاج مشوي وأشياء سريعة هكذا، ثم لما يسقطوا في المرض، لما يصابوا بمرض ما، يبدأوا يسألون ويبحثون عن علاجات وعن أعشاب وعن أشياء هذه، وهذا خطأ، هذا سلوك خاطئ. فيجب أن تكون في النظام الغذائي، أن تكون في النظام المتكامل، سميناه نظام متكامل ليس متوازن، كلمة متوازن عفا عنها الظهر لا تعني شيء، إنما نظام غذائي معنى متكامل، يجب أن يكون جميع المكونات الغذائية في الوجبة، وهذه المكونات هي المكونات الغنية بالألياف، المكونات الغنية بالسكريات البسيطة، المكونات الغنية بالبروتينات، المكونات الغنية بالفيتوستروجينات، المكونات الغنية بمضادات الأكسدة، المكونات الغنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية، المكونات التي فيها أنزيمات، المكونات التي فيها بعض آثار الإيمينات كذلك، يعني بعد هذا. فهذه الأشياء يعني هذا النظام متكامل يجب أن يكون. لما تكون وجبة طبيخ تضاف إلى توابل جيدة، 3-4 توابل، تضاف توابل للطبيخ فقط، لما يعني المرأة تكون تطبخ يعني تضيف هذه الأشياء، يكون زيت الزيتون، تكون خضر، تكون توابل، يكون أشياء أخرى هكذا، فهذه يعني الوجبة كلما أضيفت لها هذه الأشياء تصبح متكاملة. ثم لما نأكل بخبز بالنخالة يعني مخمر بخميرة طبيعية، خميرة يعني بلدية، يعني الوجبة تكون هنا متكاملة، يعني لا ينقص أي شيء، فيها بروتينات، فيها ألياف، فيها مضادات الأكسدة، فيها فيتوستروجينات، فيها. فأما لما يكون نظام الأحادي الذي فيه لحم وأجبان وفيه خبز أبيض بدون نخالة وفيه بطاطس مشوي وفيه أشياء هذه، فهذا النظام ينقص كل شيء، تنقصه الفيتامينات والأملاح والمضادات للأكسدة، وينقصه الأنزيمات والفيتوستروجينات والفيتوستيرولات والألياف الغذائية والألياف المتخمرة، هذه كل الأشياء هذه تنقص في هذا النظام الغذائي. فالكربون هذه يعني هذه مكون الكربون الموجود في الكروية أو الكروية أو الكروية، يعني في المغرب نحن ننطق الكروية هكذا، هي كرواي يعني هي بالإنجليزية كرواي، وبالفرنسية لوكارفي، هذه حبوب جيدة جميل عليين، فهي معروفة عندنا في البلدان العربية كلها معروفة الكروية، أن الناس يعني يستهلكون. ربما المطبخ اللبناني، المطبخ اللبناني فيه الكروية تستعمل أكثر من يعني الدول المغرب الكبير، هذه يعني تونس والمغرب والجزائر تستعمل كذلك هذه يعني هذه الكروية في هذا الطبيخ. فهي يجب أن تكون ضمن النظام الغذائي الأشخاص المصابين بأمراض يعني خطيرة، بأمراض كبيرة ثقيلة، يعني مثل السرطان، مثل الأمراض المناعية، مثل هذه الكوليسترول المرتفع، أمراض القلب والشرايين، مثل ارتفاع الضغط، مثل هذه الأشياء، يعني وهي الكروية تهدئ حتى الآلام، أنتي انفلاماتوري إفكت، لماذا؟ لأن فيها مضادات للأكسدة، فالمستوى يعني الجهاز الهضمي، فهي يعني تطرد يعني تطرد هذه الـ يعني الغازات وهذه الأشياء داخل الجهاز الهضمي، وهي طاردة كذلك للحشرات، يعني هذه الكروية هي طاردة للحشرات، كانوا الناس يرشون بها بعض الأشياء لكي لا يكون هناك ذباب، ناموس إلى آخره، من قبل الاستعمالات الشعبية اللي كانت عند الكروية. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.